صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي انت بتشوفي فيه الفيديو بتاعي حطيلي لايك للفيديو ده واشتراك لو اول مره بتشوفيني عشان عيلتنا تكبر عايزين نوصل ل 12 الف مشترك في اسرع وقت يلا بقى عشان تفرحوني ما تنسوش كمان تتابعوني على انستجرام وتيك توك مهمين جدا بنزل عليهم حاجات تحفه كتير تجارب كتير بعمل معاكم كل الوصفات وهتشوفوا حرفيا عملت معاكم حاجات كتير جدا الفتره اللي فاتت روحوا تابعوني هناك بجد تتبسطوا جدا في تيك توك وانستجرام تمام يلا بينا نبدا انا هنا كنت بعمل لنفسي تقريبا كوبايه شاي اخضر كنت عايزه اشربها كده عشان تحرق شويه يعني المهم أنا كنت بغسل بشرتي عادي جدا فلقيت الحوض كده متوسخ قلت اعمله وانا واقفه يعني عادي مش ما بعمل تنظيفه للحمام لان الحمام انا منظفاه غسل الشرشوبه معاك اكتر من مرتين دعكت الحمام معاك برضو دعكت كل حاجه فما فيش اي حاجه ناقصه في الحمام الحمام زي الفل فاضل بس الحوض لازم يتعمل يعني كل يوم او يوم لا هو والبانيو فطبعا انا عملتهم كان بس في يوم شوية بقع بسيطة يعني طبيعي يعني من غسل الإيد بيبهد شكل الحنفية بيبهد فبيبقوا محتاجين تنظيفات دايما يعني فأنا بعمله كده هتلاقوا أي بقعة مش راضية تطلع دي أصلا في الحوض يعني ملهاش علاقة بيها هتلاقوا زي دي كده مش راضية تطلع ولا راضية تتحرك من مكانها فدي ما بتبقاش مني خالص يعني بتبقى عيب من الشقة عيب من الأحواض بتاعت الشقة طبعا اللي مش عارف دي شقة إيجار فعشان ما حدش يقول لي إزاي عروسة وجايبة العفش أو الحاجات دي كده يعني لأ دي شقة إيجار يا جماعة تمام هنا غسلت برضو الصابونة احنا مش بنستخدمها فهتلاقوا شكلها مرهق شوية وبتقعد معايا فترات طويلة لأن احنا بنستخدم التسبنسر بتاع الصابون بينزل الصابون بتاعه فوم تمام أو فوم يعني هنا بقى انا كنت خلصت الحوض دخلت على البانيو البانيو بتاعي زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي المايه مش بتنزل السباكه فيه خربانه فانا بحاول على قد ما اقدر انضفه احافظ عليه يعني كويس على قد ما اقدر كل ما بدخل الحمام بشغل المايه بحاول ان انا ايه انضفه يعني تمام انا حطيت شوية شاور جيل عشان يديني ريحة كويسة وفي نفس الوقت ينضف يعني كويس ما يبقاش لونه مصفر او حاجة او ممكن يكون شكله مش مش لطيف يعني فانا حطيت شوية شاور جيل كده وبدأت بالفرشة ان انا انضف هو ما فوش حاجة بس من كتر المية الراكدة ما بتقعد فيه بتدي له شكل مش حلو اهو يعني مثلا الحنفيه شغاله فالميه مش هتنزل غير بعديها ب اربع ساعات حليني بقى بيت من المياه تنزل لو لسه ما حطيتليش لايك حطيلي لايك بقى عشان تشجعيني اعمل فيديوهات اكتر تمام بصوا إيه المياه مش هتلاقوها بتنزل خالص يعني ودي حاجه مش لطيفه خالص ومن الحاجات اللي بجد مضايقاني جدا في الشقه تمام هنا بقى بصوا انا بعمل لكم مش مالكه البانيو الصغير ده وقع ووقع كل اللي فيه اضطريت اقفل طبعا هنا هتلاقوني مش مش عارفه اكمل حاجه بسبب ايزابيلا بتعيط في بلاوي بتحصل وقت ما انا بصور الفيديو كان العالم كله بيبقى ضدي وانا بصور صدقوني يعني المهم هنا كنت غاسله مواعين وكده لا اختي اللي كانت غاسلهم لي بصراحه ف هنا كنت بحاول ان انا ارص المواعين مش عارفه ايه اللي عطلني وخلاني ما اكملش رص المواعين معاكم في حاجه عطلتني المهم هنا بقى كانت ماما جايبالنا اندومي كوري تجربه لا اتمناها لالد اعداء هنا كان في اكياس بحطهم في منظم الاكياس ده زي ما انتم شايفين كده اي اكياس عندي بحطها في المنظم ده لاني بستخدمها للبصاقة الصغيره بتاعت قط النوم وبتاعت قط الاطفال اللي انا قاعده فيها هنا برضو الفوطه بتاعت التنشيف بتاعت المواعين كانت اتبهدلت كان لازم احطها في الغساله اخدت واحده جديده ورحت جيت حطيتها هنا زي ما انتم شايفين كده بتدي شكل كويس وعشان كمان الريحة والشكل يعني تمام وعشان تحمي برضو ايه الكفر بتاع الغسالة يعني انا بحط كفر عشان يحمي كفر الغسالة ما شاء الله عليا خدت بقى الفوضة التنشيف القديمة وحطيتها كده في بسكت الغسيل تمام هنا برضو كنت بحاول ان انا اكمل رص مواعين معاكو على قد ما اقدر يعني مش عارفة بقى هنا حاجات كتير ولا لا هنا كان في الاندومي الكوري كان لسه مستويش يعني كنا حاطينه هنا وكده تمام طبعا جبت علبه برضو من علب التلاجة وكان عندي عجينة فلافل حطيتها كده جواه عشان احفظها وعشان ما تعملش ريحه برضو للتلاجة عجينة الفلافل ريحتها بتبقى مميزه جدا المهم ان انا عملت الاندومي الكورية يا جماعه وهوريكم رد فعلي الفيديو ده كان نازل على تيك توك فعشان كده بقول لكم تابعوني على تيك توك اهم كمان من الانستجرام عشان خاطر كل حاجه بتنزل عليه حرفيا فالتفاصيل بجد هتعجبكم جدا جدا هناك الاندومي الكوري ده يا جماعة أنا منصحش أي حد يجربه أنا بحب الشطة جدا بس بجد مش قادرة أنسى طعمه بجد طعمه مؤذي جدا ما تتخيلوش بيعمل ايه أنا عيني فضلت وجعاني وزوري ولساني وشفايفي ومعدتي بجد كنت بموت ما كنتش قادره اكمله لدرجه ان هو اترمى حرفيا اترمى ما حدش اكله مرون برده جرب ياكله اتحرق بجد ما حدش يجرب ياكله يا جماعه ما تدفعوش فيه جنيه خساره في الفلوس يعني انا اجيب حاجه وتعذبني طب ليه بجد ما كنتش قادره استحمله يعني انا خدت الشوكه دي وبجد خلاص انا ما هتلاقوني حتى قطعت المكرونه من كتر ما انا مش قادره استحمله بجد كل ما افتكر طعمه ببقى عايزه انتحر بس قطعت المكرونه الاخير بجد يا جماعه طعمه ما كويس خالص يعني من ابشع من ابشع الحاجات اللي كلتها في حياتي هو ابشع حاجه كلتها في حياتي بجد لا لا صعبه انا مش عارفه الكوريين ده جد بيستحملوا الحاجات دي ازاي بصوا يعني انا هشرب ميه وبعد كده خلاص مش هكون قادره استحمل هبدا بقى دموعي تنزل وقفلت الفيديو على طول ما كنتش قادره المهم العشاء بقى ايه كان نفسي بصراحة في شعرية امبارح يعني أنا كان نفسي فيها بجد يعني مش عارفة أقول كيف كان نفسي فيها قوي فطبعا كانت أختي بايت عندي فأخدت كده السمنة دي وقلت أعمل بقى شعرية باللبن بس المرة دي بقى زودت عليها كاكاو أنا وسوداني معرفش بس أنا كان نفسي زود عليها كاكاو سوداني جدا يعني فجيت بقى حطيت كده السمنة بتاعتي وخدت الشعرية عملت كمية كويسة قضيتنا احنا الثلاثة الحمد لله أنا وجوزي وأختي أه بقيت كده شوية قلت برضو عشان لو عاوزت أعمل رز في أي وقت تكون الشعرية عندي جاهزة وكده بس بجد عملت كمية كبيرة وعملتها في سلاطين صغيرة وقللت اللبن فكانت كويسة هتشوفوا دلوقتي الشكل النهائي هنا بقى كنت عمالة أحمرها أو مش عارفة بتقولوا أشوحها أحمرها يعني شوفوا بتقولوا ايه يعني على الموضوع ده يعني تمام عملتها كده في الحله الكبيره دي وهوريكم دلوقتي شكلها كان طالع حلو وريحتها كانت حلوه جدا وفي نفس الوقت برضو الطعم كان امر قمر قمر بجد طعمها كان تحفه وحطيت كده سوداني من فوق بجد كانت تحفه وعجبت مرون جدا تمام هنا بقى يا جماعه آه بالليل كده لقيت ايزابيلا نايمه وانا ما بعملش حاجه قمت كده لمع المطبخ كله رشيت كده السبراي في كل المطبخ حرفيا وهنا بقى في المطبقية وقلت كده امسح المطبخ مسحة كده حلوة لان ايزابيلا كانت نايمة فقلت استغل اي حاجة يعني اعمل اي حاجة ده كده امبارح ما عملتش اي حاجة تانية ما كملتش تصوير معاكم النهاردة بقى صحيت من نوم الدنيا بجد كانت يعني اقول لكم ايه خربانه عدلت السراير وبعد كده انتقلت طبعا للارض كانت الارض متوسخه جدا بجد بجد كانت متوسخه بطريقه غريبه يعني انا مش عارفه في ايه يعني بصراحه التراب ده كله بيجي منين طبعا من الاكل والسجاير وفتح الحاجات لان دي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها فطبيعي في تبقى اوحش اوضه في الشقه المهم طبعا انا بشيل راس المكنسه الكهرباء عشان خاطر اكنس وكده الحتت اللي انا مش عارفه طولها بالراس الكبيره بتاعه المكنسه الكهرباء فشلت كده الراس بتاعتها وبدات اجيب الحتت اللي انا مش عارفه اجيبها بالراس بتاعتها وكده وبدات ان انا اكنس كويس جدا 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 لان بجد كانت الدنيا تراب وانا كمان خدت الملايات شلتها وبدات ان انا انفضها على الارض عشان الملايات بجد تكون نظيفه مية في المية ما تكونش يعني متبهدله وكده تمام يعني بقى بصوا الحتت اللي ما بتتشافش دي انا بقى بحب ان انا ايه اجيبها كده تمام وبعد طبعا ما خلصت كده فبرضو رحت جيت حاطه الراس بتاعه المكنسه الكهربا طبيعي يعني وبجد بدات بقى اكنس مش عارفه هيبان معاكم كميه التراب اللي كانت موجوده ولا لا بس انت عشان مش هتشوفوا عشان الكاميرا وكده مش بتبين برضو كل حاجه اهو بصوا هتلاقوا حتت بقى كده الدنيا كانت بجد بايظه جدا يعني هنا يعني بقى فصلت مش عارفه فصلت ليه بس مش فاكره بس ما علينا يعني حبيت ان انا اجيب الطرقه معايا كنست برضو الطرقه كلها كده فاضل لي اوضه النوم هكنسها والصاله هكنسها وبرضو الصاله عايزه لها مسحه كده محترمه بصراحه ال البتاع دي ترابيزه الانتري وال والبوفيه والسفرة عايزة لها مسحة محترمة برضو همسحها النهاردة ان شاء الله يعني لو عندي وقت يعني ان شاء الله ان شاء الله الواحد ما بقاش عارف يعمل اي حاجه يا جماعه ولا يركز في اي حاجه بجد يعني ورايا مليون حاجه واذا لما بتكبر بتعرفني فبتتعلق بيا اكتر فبخاف عليها ما بعرفش اسيبها لانها بدات تتحرك وبخاف عليها تقع فالدنيا بتبقى بايظه معايا هنا يا جماعه عملت النهارده حمام زيت برضو عملته بزيت سيسه زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند التفاصيل برضو هتلاقوها على تيك توك عشان كده بقول لكم تيك توك بعمل فيه حاجات كتير واسرع والفيديوهات بتبقى قصيره فيه وبتنزل اسرع فاي ابديت بينزل على تيك توك وانستجرام اكتر من اليوتيوب تمام فروحوا تابعوني في انستجرام وتيك توك يلا ما تنسوش اللايك يا حلوين واستنوني في فيديو بكره ان شاء الله